وصلنا أكيد زينب لفقرتنا الأولى، فقد أطلقت منظمة اتحاد شبيبة الثورة بمدينة بلودان بريف دمشق فعاليات المخيمات النوعية للشباب تنفيذا لخطتها لصيف هذا العام. بدأ المخيم الثاني والمخصص لطلاب مرحلة التعليم الثانوي الذي يستمر في خلال أسبوع، ويشارك في المخيمين أبناء شهداء وجرحى الجيش العربي السوري، وبشارك المتفوقين دراسيا المتميزون أيضا بأنشطة وفعاليات المنظمة الفنية الثقافية والرياضية والمعلوماتية والإعلام والأنشطة التطوعية وعدد من حالات الرعاية الاجتماعية المختلفة. لنتعرف على تفاصيل المخيم معنا المدربة سارة النقري، وأكيد معنا الياس بشارة وآية غزال. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم عن جديد. خلينا نبدا معك ساره، نتعرف اكثر على المعسكر، تفاصيله انت كان ينطلق وشو الفعاليات المتضمنه. هلا بالبدايه، نحن بمنظمه اتحاد شبيب الثوره اطلقنا هدول المخيمات بعد 7 سنين انقطاع بسبب الحرب على سوريا. كان ضروري ترجع هاي المخيمات لترجع تكافل النسيج بين المجتمع السوري. رجعت المخيمات عن جديد من السنة الماضية، أطلقوا 7 مخيمات بطرطوس والسنة كان ببلودان. في مخيمين كان الإعدادي بالبداية وهلأ الثانوي، عم يضم طلاب متفوقين دراسيا، عم يضم متميزين بمجال العمل الشبيبي، وعم يضم أكيد ذوي الشهداء والجرحى يلي نحن كان الهدف من أغلب المخيمات وأغلب شغلنا هلأ حاليا بالمنظمة موجه لأهالي الشهداء والجرحى. الياس، رح أسألك أنت وسارة عن تجربتكم بالمعسكر، خاصة بمنطقة بلودان. كمان هاي المنطقة عانت كمان شوي من الإرهاب، فهلأ جاية عم تتفعل المعسكرات الشبيبية فيها، قدي عم تحس مشاركتك مهمة هلأ بعد انقطاع؟ يعني طبعا هي مشاركة مهمة، لأنه يعني المنطقة هاي كان فيها حرب وكانت محاصرة، وهلأ نحن عم نثبت أنه نحن في إرادة حياة وقوة الجيش العربي السوري. طبعا بقوة جيشنا العربي السوري نحن هلأ على الأرض هون وعم نشارك بهاي. وسارة نكمل آية معك كمان نحكي عن تجربتك. هلأ نحن كان يعني هي خطوة كتير منيحة أن نعمل المخيم بلودان، خاصة بعد المشاكل اللي صارت في منطقة الزبداني. فهي خطوة كتير منيحة لنثبت لكل العالم أنه نحن لساتنا موجودين، لسه أهل سوريا صامدة، يعني رغم كل شيء رح يصير فيها نحن صامدين بإذن الله. سارة، بنرجع وبناخذ منك تفاصيل اكثر. يعني 7 سنين انقطاع هي مده اكيد معنا قليله، لازم نرجع يمكن ببرنامج اقوى من قبل بنشاطات كثير مدروسه يمكن بتناسب هي الفتره اللي نحن عم نمرق فيها، وبتناسب يمكن نسبه وشريحه الشباب اللي مشاركين. فخبرينا اكثر بالتفاصيل شو هي الانشطه الموضوع. هلا نحن دخلنا شيء جديد على المخيمات اللي اطلقتها منظمه اتحاد شبيب الثوره. كان بالبدايه شيء له علاقة بالمحاضرات والخطابات، فنحن بعدنا خالص عن هي الناحية. دخلنا لهم شيء اسمه مهارات حياة بهاي المخيمات، بتعلمهم من خلال هاي المهارات نحن عم نخلي تترسخ عندهم قيم ومفاهيم. نحن عم نحكي لهم عن مفهوم مثلا المواطني والوحدة الوطنية عن طريق تمارين وأنشطة، أنشطة مهارات تواصل، مهارات حل مشكلات، مهارات إدراك ذات. فنحن عن طريق هاي الأنشطة عم نرسخ عندهم قيم، حاولنا نداخل بين المفاهيم الأساسية اللي نحن عنا إياها بالمنظمة وشعارنا بالمنظمة، بالإضافة لمهارات الحياة، حاولنا نعمل تداخل. طبعا نحن كمدربين تبعنا دورة تدريبية قبل ما تبلش المخيمات، وكنا من خلالها داخلنا بين هدول القصص. حكينا عن مشروع الإصلاح الإداري كمان اللي أطلقه السيد الرئيس واللي كان كتير مهم، رح نحكي عنه كمان. بالإضافة نحن مو بس عم نعمل لهم أنشطة وتدريبات، نحن عم نطلعهم جولات سياحية ببلودان. واليوم هلأ نحن رفاقنا اللي تركناهم بالمخيم هلأ هنون متواجدين بمنطقة الزبداني عم يشوفوا الدمار اللي صار هناك. سارة، يعني مثل ما قلتي انت، يمكن هي المنطقة اللي نخدت عنا غبار الحرب، اليوم كل الشباب عم يتعرفوا عليها. أول شيء أنا بعرف من امبارح من اتصال طبعا
المخيم. حكينا عن انه الشباب من كل المحافظات السورية تم اختيارهم طبعا من عدة فئات، تحكي لنا عن الفئات المشاركة بالمخيم وقد ايه العدد الاجمالي للشباب؟ هلا المعيار كان 3 معايير اتخذناها لاختيار المشاركين. التميز بالعمل الشبيبي، يعني مين اكثر شيء مميز عندنا بالشغل معنا كشبيبي كمنظمي. ايضا متفوقين دراسيا اللي بالتاسع اللي جمعوا مجاميع عالية أو حتى بالعاشر والحادي عشر. أيضا الأهم من هذا كله ذوي الشهداء والجرحى. تم اختيارهم من كل محافظة، نحن عنا 7 مشاركين أو 8. الشيء الجديد اللي صار انه نحن السنة الماضية بمخيم طرطوس كان في معنا مشاركين من دير الزور والحسكي، بس من المهجرين ببقية المحافظات. السنة اصرينا انه يكون مشاركين اللي من دير الزور والحسكي من قلب دير الزور والحسكي. بالتعاون مع الجيش تم نقلهم من الدير على الحسكي ومن الحسكي لعنا على المخيم. استفدنا كثير من تجربتهم، نحن كمدربين وكمشاركين صاروا يحكوا لنا هن كيف عانوا هنيك وكيف طلعوا وكيف وصلوا هون، كيف عاشوا حياة جديدة بعد ما طلعوا. أكيد بنتمنى تكون مخيم الجاي بدير الزور السنة الجاي إن شاء الله أو بإدلب. أكيد نحن كمان بنتمنى هذا الشيء، ما في أحلى يمكن زينب من هي الروح الوحدة، يعني بتشوفي شباب من كل المحافظات صحيح. السورية، كل واحد يمكن عنده تجربة خاصة فيه، وكل واحد عنده رؤية، وكل واحد يمكن عنده نشاط ممكن يقترحه وممكن أيضا يتنفس على أرض الواقع. هلا نحن تقصدنا بهذا المخيم أو حتى بالمخيم الإعدادي اللي سبقنا انه نحط نحن قسمناهم 5 مجموعات، العدد الاجمالي عندنا 100 مشارك من كل المحافظات السوريه، تصدنا بكل مجموعه نحط من كل محافظه حدا، يعني نحن عندنا فيك تقولي 5 سوريا مصغره، بكل مجموعه عندك سوريا مصغره من كل المحافظات. بأول نشاط لهم كان عن الوحده الوطنيه، كل واحد حكى لنا عن محافظته، اخذنا جوله سياحيه بمحافظته نحن وقاعدين، غنى لنا شيء من الفلكلور للمحافظه، حكى لنا شو بتشتهر محافظته، فكل واحد صار يعرف. صار فيك انت تروحي على اي منطقه، يعني ما تعودنا انه في مثلا بحلب قلعه حلب جامع بني اميه الكبير، لا بتروح بتطلع على الجبل بتلاقي قلعه حلب، بتروح على اليمين على السوق، انه هيك خلينا هون يحكوا عن كانوا نحن ماشيين معهم كدليل سياحي بالمنطقة. آية احكي لي عن انه اكثر نشاط تفاعلتي معه وحبيتيه بالمعسكر. هلا النشاطات كلها كنا متفاعلين معها لانه كل النشاطات حلوه يعني ومنشطه، يعني تخليك انت تتفاعلي معها لحالك، يعني كثير كانت النشاطات حلوه ولهلا عم نتابع النشاطات، يعني لسه هلا في عنا كثير نشاطات ما عملناها. عم تحبوا الشيء العملي ولا النظري اكثر؟ هلا هيك وهيك، يعني العمل بيبقى هيك في نشاط اكثر شوي. الياس كنا عم نحكي انه فعلا في شباب من كل المحافظات حتى من الحسكه ومن دير الزور، يعني خبرنا كيف عم بتكون التماس مع هدول الشباب، كيف عم بيكون التفاعل بيناتكم، يمكن تبادل وجهات النظر غيره، كيف عم تكون الجلسات؟ تجربه كثير حلوه، نحن بنضلنا بنفس الغرفه يعني من كل المحافظات نتعرف على بعض، ناخذ من بعض معلومات جديده، ويعني تجربة حلوة، وبنفس المجموعة بنتبادل كتير معلومات. يعني بتشوف انه ممكن يكون هذا المعسكر هو فعلا تجربة كتير ناجحة لحتى انه هو طبعا يستمر ويعطي نشاطات جديدة، او انت ممكن لك ملاحظات ممكن تقترحها ان كان على المدربين وان كان على المسؤولين عنكم انه ممكن تتعدل شوي؟ لا بالعكس ما في ملاحظات، بيعطونا كتير نشاطات اغلبها بتكون عملية، يعني النظر كتير خفيف، نتعرف على بعض و يعني حلو حابينه، بس خجلاني لانه ساره معهم يمكن. خلينا نحكي ساره، يعني كيف عم تلمسوا تفاعل الشباب، خاصه مثل ما قلتي يمكن في ميزات بالمعسكرات اللي هي بتكون من كل المحافظات السوريه حتى من اولاد الشهداء اللي هن يعني ابائهم هن ابطال، فكيف عم تكون هالتجربه، كيف عم يكون التفاعل، كيف عم تحسوا الاجواء؟ هلا كتفاعل لحد الان الحمد لله هو كبير كثير، حتى سالناهم نحن من ثاني يوم بالمخيم حابين تمددوا المخيم، الكل موافقوا بشده انه ايه مددوا لنا، فهذا دليل انه مبسوطين. لما بتلاقي ما حدا قاعد بغرفته وعم يترجونا وقت الاستراحه والنوم انه معلش خلينا نضل بالباحه نضل مع بعض انه نشتغل. نحن عندنا موهوبين كمان بالمخيم، في عندنا موهوبين مسرح، في عندنا موهوبين غناء وعزف ورياضه، فهذا اللي حابب يقدم مسرحيه جمع مجموعات، قدموا سكتش مسرحي اليوم بحفلة السمر، هذا اللي حابب يعزف لنا شيء من الفولكلور،
فكلهم انه معلش نضل سوا، ما بدنا ننام، ما حدا عم ينام. يعني احنا مطلعنا الساعه 11 ليناموا، بنطلع لعندهم على الغرف، الكل سهران وعم يحكي ناموا بكره عندكم شغل، ما في، لا بدهم يضلوا مع بعض اكثر وقت ممكن. اكيد. بس ساره يعني اليوم نحن الوقت يمكن تغير، صار في يمكن هي الحرب يلي اثرت علينا كلياتنا، فيمكن خلقت صعوبات شوي ان كان من خلال معسكرات وان كان باي مجال من مجالات الحياه، فحكينا يمكن شو هي الصعوبات يلي واجهتوها وكيف قدرتوا تتخطوها لحتى فعلا ينجح المعسكر هذا النجاح اللي عم تحكي عنه. هلا الصعوبات هو كان بس انه نحن اكيد في رح نواجه بالمخيم انواع وانماط كثير من المشاركين، عندنا المتمرد وعندنا الانطوائي وعندنا الانعزالي وعندنا الخجول يلي بيخجل انه يحكي مع انه عنده مواهب بس بيخجل انه يطلع او يحكي، فنحن عم نحاول نكسر. يعني اول نشاط اللي كان لانه كسر الجليد بين هدول المشاركين كلهم، حاولنا نعرفهم على بعض بطريقه سلسه وحلوه لحتى يكسروا الحاجز اللي بينهم. الصعوبات ما لحد الان الحمد لله ما واجهتنا اي صعوبات، يعني عم نطلع نحن بجولات، عم نعمل اعمال تطوعيه بمنطقة بلودان، امبارح نحن على حديقة الشبيب وعملنا عمل تطوعي هناك، نظفناها ودهنا، فالكل عم يشارك. في بعض الخجولين ايه وما بيحبوا يشاركوا، عم نحاول لحد هلا. امبارح كان عندنا نشاط عن ادراك الذات، فاللي عم يحكي انه خجول انه كل واحد لازم يطلع يحكي عن حاله قدام الكل عن طريق نشاط، فهنون عم يحكوا عن حالهم، عم يكسروا شوي شوي الحاجز. يعني طالما قام وقف قدام 100 شخص وعم يحكي فهو اكيد كسر الحاجز اللي بينه وبينهم. تحبوا تحكوا كلمة أخيرة آية والياس، يعني ايش تعلمتوا من المعسكر هيك باختصار؟ هلا أنا أول شغلة بدي أشكر اتحاد شبيبة الثورة كثير على المخيم اللي عملته، خاصة بما إنه نحن هلا أنا من محافظة إدلب، يعني رغم كل الصعوبات اللي عدينا فيها يعني عم نثبت حالنا إنه نحن موجودين، رغم كل شيء عم يصير نحن موجودين ورح نتحدى. ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه يكون المخيم عنا محافظه ادلب، يعني ان شاء الله بيكون نزال عنا يد الارهاب وخلصنا منهم. وشكر كثير كبير لاتحاد شبيبه الثوره. بس المشرفين اللي علينا لانه عم يبذلوا جهد كثير كبير و يعني تجربه كثير حلوه ونتعرف على اشخاص جداد ان شاء الله. نحن بنتمنى لكم التوفيق اكيد، وان شاء الله هيك يكون في معسكرات قادمه بمناطق مختلفه من سوريا، اكيد فيكم تفوتوا عليها بهمه الجيش العربي السوري اللي عم ينشر الامان، فشكرا لوجودكم معنا. شكرا كثير. شكرا كل الشكر لك ساره الياس وايا، وتحيتنا كمان لكل الشباب وكل المشرفين المشاركين معكم. شكرا لك.